أهلا وسهلا بكم. فيديو جديد لتحليل سهم بنك الإنماء. أحب أذكر أن كل ما يذكر في هذه القناة هو محتوى للإطلاع العام، ليس بالضرورة دعوة لبيع أو شراء. أنا لست وسيط أسهم، كل ما يذكر هنا محتوى للإطلاع العام، عليك استشارة المرخصين في هذا المجال. طيب، هذه الدائرة الحمراء ذكرت فيها تغريدة، دعوني أذهب أنا وإياكم لتويتر أو تويتر. هذا تاريخ التغريدة 28 أغسطس الساعة 7 مساء عفوا، وذكرت أن سهم الإنماء ذاهب ل 30 ريال وعلامة الجمجمة الشهيرة التي أستخدمها في تغريداتي التي تحتمل على شيء من الهبوط القادم. فكان سعر السهم في ذلك الحين 35 ريال ونصف. طبعا السهم في اليوم الذي يليه مباشرة ارتفع قوي، ويعني حصل بعض الانتقادات والرسائل من هنا وهناك، أنت ما تفهم بالأسهم وهكذا. الآن أعتقد طبعا ما أسمع الآن هنا، ما أسمع لهم حس ولا أسمع لهم صوت يعني، بس الآن فوق يعني كنت أسمع بعض التغريد. طيب الآن السهم هبط بنسبة 13.5%. طيب لو قلنا أن في 1000 محفظة في 50,000 ريال مثلا أو 10,000 ريال اشتروا في السهم، السهم هبط 14%، يعني 1000 محفظة في 10,000 ريال يساوي، فالمبلغ يساوي تقريبا 10 مليون ريال. ولو خرجوا نجوا من هبوط بنسبة 14%، وهذا يساوي مليون ونصف. ففعلا تغريداتي وتحليلاتي تساوي ملايين الريالات، هذا بالأرقام ليس ادعاء أو خيالا أو غرورا. طيب عموما الآن السهم لديه دعم عند 31 ريال و30 ريال، لكن أرشح وصوله للهدف الذي ذكرته مسبقا وهو 30 ريال. هناك هذا ليس التحليل الأول، هناك عشرات التحليلات المميزة في أكثر من سوق، ليس في السوق السعودي فحسب. فيجب لمن يريد الاطلاع والفائدة اطلع على قائمة توقعات وتحليلات مميزة تجدها في اليوتيوب. هذا ما لدي عن بنك الإنماء. لا تنسوا الاطلاع على المحتوى التعليمي والاستفادة من محتوى القناة. شكرا لكم.